هذه الأجواء انطلقت فعاليات أسبوع الموضة في اللاذقية خريف وشتاء 2016-2017 في فندق لاميرا، والذي ينظمه متطوع مجلس الشباب السوري للسنة الثانية على التوالي بمشاركة نخبة من المصممين المحترفين. حاولنا من خلال هاي المبادرة أنه نضوي على الإبداع السوري بكل مجالاته، نحاول نقرب المحترفين عنا بمجال صناعة الأزياء من بعض، نأمن فرص عرض بكوادر سورية كاملة، والجديد السنة أنه نعطي فرصة للمصممين الشباب أنه يحطوا رجلهم على أول الطريق. مجلس الشباب السوري شكل لجنة مختصة من الأكاديميين بعالم الأزياء، تم تحكيم هاي المشاريع المقدمة وتم انتقاء خلينا نقول أفضل ثلاثة. لجنة تحكيم المختصين وأكاديميين لهم باع طويل بعالم الأزياء وصناعتها. الحرب أثرت على بلدنا، الحرب فرضت شوية ضغوط علينا، لكن بدنا نوصل إنه نحن شعب مصر على الحياة، بده ينشر ثقافة الحياة والنور والحضارة. الشعب اللي عمره أكثر من 7000 سنة اللي وصل أهم رسالة بالإنسانية الأبجدية قادر يخترع ويصمم أزياء ويوصل بإبداعه لأوسع المجالات والعالمية. اليوم الأول تضمن عرضا للمصمم فريد أبو دراع والمصممة عبير ترك، ليختتم مع تصاميم ميار سليمان الفائز بالمرتبة الأولى ضمن مسابقة تصميمي. عنا اليوم عرض مجموعة الأولى، مجموعة خريف شتاء 2016-2017 أسبوع الموضة بالبلاد. حاولت أشتغل بس إنه لأعمل قماش، يعني صني اشتغلنا قماش أكثر ما نشتغل موديلات. قصات لعبنا عليها شوي تكون شوي جريئة وستينات. كانت مشاركة بالجنين وحلوة وتعطينا أمل دائما إنه نحن لسه إن شاء الله رح نجتاز هالأزمة اللي نحن فيها وأنه سوريا حابة تعيش. الجديد هذا العام في أسبوع الموضة يتمثل بمشاركة الفائزين الأوائل ضمن مسابقة تصميمي التي أشرف عليها مصممون سوريون محترفون بهدف إعطاء فرصة للمصممين الشباب لتقديم تجاربهم المميزة من خلال تقديم منحة للفائزين الثلاث الأوائل لتنفيذ تصاميمهم وتقديمها جماهيرياً.